ألقت البطالة وتأخر صرف الرواتب بظلالها على الواقع المعيشي والحركة الاقتصادية في مدينة الموصل التي تحررت مؤخرا من قبضة تنظيم داعش والتي تعرضت للدمار والخراب خاصة في البنى التحتية. نحن أصحاب محلات في سوق النبي، السوق اللي صار له آلاف السنين موجود، بس تعرف أنت عندنا شوية الأمور شغلة الراتب. عندنا الراتب ينطون مال 5 أشهر 6 أشهر، مال سنة ينطون دفعة واحدة. احنا ما اريد هاي الامور، اريد ارجع راتب مثل قبل، كل راس شهر راتب مشي حتى الحياة تمشي، حتى الناس تشتغل، ابو المخضر، ابو المحلات، ابو كذا تمشي الحياة. بس هسه احنا ما راتب ما عندنا، ايش نسوي بيه؟ يعني سبب الركود هو الراتب. كان قبل الحياة شنو ماشية؟ كل راس شهر يجي الراتب، انا موظف، انا استلم راتب، اجي على ابو البقال، اجي على ابو الملابس، اجي كذا اوزعها، اصلا راتب الاخ شهر الاخ. احنا هسه ما عندنا هذا الموجود. أغلبية الموظفين بالموصل صاروا 100 تحرروا، صارنا سنتين تقريبا، سنة وكسر تحررنا. اللي يستلم الأربع أشهر ينطوني شهرين متراكم من جديد، ما حد ما استلم. يعني مثل ما نقول القديم، احنا السعريد القديم عفوه ينطون ما شهر وشهره حتى الحياة تمشي. يومية مثل ما نجي الصبح نرجع، ويوم بدنا نشتغل ذاك اليوم على بالك عندنا عيد، ها؟ ويوم ما نشتغل ما ناكل، يوم انه نشتغل ناكل. الكل خل يحشوا كلهم، صحيح. ها صحيح. الامور داتشة، يا مسؤول يا مسؤول يا مسؤول اخليك على راسي، وانت تسكم لي مسكته، ها؟ الضيف ضيف الثابت دير بالك على العامل، ترى العامل انا احكي لك، ها؟ عشر انا بطال زين، عندي اني بنتين ولدين وبيت ايجار، من يطعمهم؟ من يطعمهم؟ زين، إذا رحت بقيت وانحرفت، ها؟ ما حد يجي واحد جني. ويعاني العمال في المدينة من ضعف الحركة الاقتصادية بسبب عدم تسلم الموظفين لرواتبهم بشكل منتظم، إضافة إلى انعدام فرص العمل في المدينة، كما يعاني أصحاب المحال التجارية من ضعف الحركة التجارية في أسواقهم. كانت المدينة أصلاً تعاني من كم هائل من الخريجين، نسبة البطالة اليوم أكثر من 60% حقيقة في هذه المدينة. هناك التوجه عدم وجود أي عمل للقطاع الخاص في المدينة بسبب 3 سنوات الجحاف التي مرت على المدينة وتهديم البنى التحتية وإيقاف كل مؤسسات المدنية والصناعية التي كانت تعمل ضمن القطاع الخاص. حقيقة الأمر هي تحتاج إلى تنشيط القطاع الصناعي والزراعي، إضافة إلى استقطاب كل الشركات الاستثمارية التي تعمل في المدينة حتى ندع هناك أن تكون حركة اقتصادية كبيرة في هذه المدينة. اليوم هناك شلل كامل في الوضع الاقتصادي سوى الداخلي للمدينة، هناك حركة داخلية ولكن في الحقيقة لا توجد لدينا أي شركات مستثمرة، لا توجد لدينا أي قطاعات صناعية كبيرة تعمل، ستجعل من المدينة أسيرة الاقتصاد الداخلي حصرا. ونتمنى إن شاء الله في العام المقبل أن نفتح فرص الاستثمار والمناطق الصناعية والزراعية لغرض جعل الاقتصاد هذه المحافظة كما كانت في السابق. هذا وتسعى الحكومة المحلية إلى استقطاب الشركات الاستثمارية في المجالات المختلفة في العام الجديد من خلال فتح فرص استثمارية متنوعة.